قمة دبي التكنولوجيا المالية حدث سنوي ينظمه مركز دبي المالي العالمي. السنة الحمد لله عندنا حضور من أكثر من 8000 من خارج القطاع، منهم أكثر من 1000 مستثمرين وصناع قرار. والسنة الحمد لله عندنا 300 متحدث، العام كان عندنا 100، السنة صار 300، وفي نمو كبير في القمة طبعا. والحمد لله السنة عندنا أكثر من 200 جهة تعرض تقنياتها المتقدمة في مجال التكنولوجيا المالية. وشيء اللي صراحة إحنا وايد نفتخر به السنة أن في تمثيل كبير من محافظي البنوك المركزية وجهات تنظيمية، بحيث أن يشكلون مستقبل قطاع المال ويانا نحن. شوفي، القطاع التكنولوجيا المالية طبعا في نمو، يعني نحن كمركز دبي المالي نستقطب، يعني الحين عندنا اكثر من 900 شركة في هذا المجال، وبدينا في القطاع هذا في 2017. من 2017 ما شفنا الا نمو، والارقام تزيد سنة بسنة. واحد اهم القطاعات عندنا في المركز، وحتى دبي يعني بارزة في القطاع هذا ودولة الامارات. نحن صراحة يوم نحط الأجندة نحاول نركز على أحدث تطلعات في القطاع، منها مصرفية المفتوحة، منها مدفوعات الرقمية، منها أصول الرقمية، منها دور رأس المال الاستثماري في قطاع التكنولوجيا المالية. لأن قطاع التكنولوجيا المالية معظمها شركات ناشئة ستارت أبس، فإذا ما في رأس المال الاستثماري الشركات هاي ما راح تنجح. فنحن لازم ننبه الناس على دور رأس المال الاستثماري. شوفي، نحن كمركز دبي المالي نقدم، يعني نحاول ندعم الشركات طبعا بتقليل تكاليفهم أول شيء، لأن الشركات هاي ناشئة، ونحاول نوفر لهم استثمار سواء من صندوق اللي تابع لمركز دبي المالي أو من الصناديق اللي موجودة في المركز. أيضا في موضوع المنتورشيب، وبعد ساعات شركات هاي ما عندهم الفهم الكافي على تشريعات وتنظيمات، فنحن نشتغل معهم بحيث أن يتعلمون ويفهمون المتطلبات الحياة التنظيمية. القمة هاي هدفها أن ترسم مستقبل قطاع التكنولوجيا المالية، لذلك نحن نركز أن نحن نجمع كل أصحاب المصلحة، منهم البنوك، منهم شركات التكنولوجيا المالية، منهم الحياة التنظيمية، بحيث أن نحن نجمعهم كلهم حسب يشكلون مستقبل القطاع المالي. اي اكيد، ان شاء الله نحن العام كان لنا اكثر من 20 MOU. السنه بعد ان شاء الله الارقام بنعلنها هنا بكره، بس متوقعين عدد ضخم ان شاء الله. دور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي طبعا هذا الشيء نركز عليه في القمه، وبعض الاحاديث مركزه على 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 دورها ولا اهميتها، فان شاء الله يعني احد بعض الجلسات بتكون مركزه على الذكاء الاصطناعي خاصه في مجال القطاع التكنولوجي القطاع المالي المصرف.